بالنسبة إلى مكونات الحكومة فلتنظر إلى هذه المسيرات، فلتنظر إلى يوم 5 أكتوبر اليوم العالمي للمدرس لي ويوم الغضب، فلتنظر إلى مسيرة الكرامة ديال سبحان ونبروه. هل الجواب عباد الله اللي كيقول لك نسبة الإضراب ضعيفة جدا. وبالنسبة للتحالف الحكومي راه كما كنقول أكد خارج التاريخ وخارج الزياد التاريخي، ليسوا برجال دولة، ولا كانوا برجال دولة حقيقيين لما أهانوا الشعب المغربي ولا ما أهانوا المواطن وداسوا على كرامة المواطن المغربي والأستاذ والأستاذة خصوصا، لأن الأستاذة قبل أن تكون أستاذة فهي أم، فهي مربية، وقبل أن يكون أستاذ فهو أب وعنده الوليدات ديالو. ونحن نناضل من أجل كرامة فلذات أكبادنا، وكلنا أولاد الشعب وكلنا خريج المدرسة العمومية. المدرسة العمومية ما زالت تقاوم رغم ما يكيد لها من طرف حكومة المال والأعمال. كما كتشوفوا الشكل النضالي الآن شكل سلمي، شكل حضاري، تعبير عن مطالب المشروعة وتعبير عن دفاعنا عن المدرسة العمومية. وإذا كانت تصريحات ديال عزيز أخنوش رئيس الحكومة حكومة المال والأعمال وتصريحات وزير العدل الذي لا عدل له وهبي وتصريحات أخرى لديناصورات الوزارة والحكومة، نقول لهم بأنهم خارج التاريخ وليسوا برجال دولة حقيقيين. لو كانوا برجال دولة حقيقيين لما أججوا الوضع، لما تعنتوا، لجلسوا على طاولة الحوار، ولا صحبوا هذا النظام المآسي الذي هو مرفوض من طرف الشغيلة ومرفوض من طرف كل فئات الشعب، حتى آباء وجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ والتلميذات. وبالنسبة لي ما يقولونه فهو خارج التاريخ وخارج الزمن التاريخي، ونطالبهم بالتعقل وبالجلوس إلى طاولة الحوار مع السادة الأساتذة والشغيلة التعليمية، لأنها تجسد إضرابات لها الحق في ذلك، ويصون هذا الحق الدستور المغربي أسمى وثيقة تنظم العلاقات بين المواطنين بين مؤسسات الدولة، وليس بين من يمثل نفسه ويمثل الشركات ويمثل شركات المتعددة الجنسية وشركات المال والأعمال، ويريدون القضاء على المدرسة العمومية بشكل نهائي.